الان بسم الله الرحمن الرحيم وسعد الله مسار حب الرياضيين هنا في كل مكان اينما كنتم اينما تواجدتم هنا متتبعي الساحرة المستديرة في كل مكان هنا الحكاية والرواية المتعة والابداع والمتعة والاستمتاع هنا لبطولة الام واي هنا بحلتها الخامسة على ملعب الامبراطور القمة التي تجمع بطل المملكة الرواد في الموسم الماضي من امام قلعة قديمة سطول بني مالك هنا في القمة هنا الإثارة لدور الملحق 32 بكل تأكيد طالب طه الملك العرباوي شكرا حب وطه عبد العزيز على هذه البطولة ولدت لكي تكون جميلة ومتميزة ولكن الراسية والتميز لا عبرت الكرة مرت لمدى الأمان ما بين اللاعبين في ملعب المباراة عودة ناحية الكري وانفروا عنق الملعب يمشي بكورة ناحية كابولي هذا كابولي ممكن العرضية المثالية والراسية حسون بركة الآن انفاضي وخروج في وقت المناسب ترجع كورة الله الله يلعب هادي يمشي هادي النقلة الله لا 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 يمشي كابولي مشفوق الله يا فهمي هيا تصدي كرة تغيير المسار هنا الكنترول هنا من جديد هنا عبد المجيد يلعب عبد المجيد عبادي يلعب عناد هي من تؤمن في اللعبة الماضية العودة الانطلاق مرة في الكرة عودة وقطر عالم حسون بركة الفهمي يلعب بالنار الفهمي يلعب بالنار واحد صفر نار وشرار واحد صفر نار وشرار أي كورة أي أسبقية بهدف لسقوط بني مالك غلطة الشاطئ بمليون أي كورة عبرت ودولت للمرمى سقط السهو على الفهمي سقط السهو أمام حسون بركة أي كورة واحد صفر لمصلحة سقوط بني مالك يتقدمون بنتيجة المباراة مجيد الكرة ترجع للرواد الرواد يقربون الآن الرواد يقربون الآن الرواد يقربون الآن إلا إذا إلا إذا وتعظم الله مش معقول على كرة مش معقول على الرواد يا ستار يا رب يا من الأخطار هذا الكرة والفهمي في مرماه هذه الكرة منكرفة حكاية قادمة رواية أداء وثقة وعزيمة وإصرار كرة مقبلة على الأبواب ننتظر نترقب الآن يلعب عبد المجيد كرة بدون عنوان لخارج ملعب اللقاء يا لا زالت مستمرة الكرة بلعبة من جديد عالية نقلة وعودة للقائمة البعض هنالك بعمق الملعب العودة من جديد الكرة مع بلال بلال يمشي عناد عودة مرة أخرى يمشي عناد يضرب كرة عبرت السلام عدت الكرة إلى ركلة مرة إذا خارج ملعب اللقاء أبو خالد العودة مرة أخرى عادة الآن العودة من جديد ترجع كورة عودة من جديد هذا عناد هذا عناد 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 ممكن يمر عناد ممكن يعدي يمشي يوزع كورة ممتازة الحارس هو الأقرب للتصدي في اللعبة الماضية عودة من جديد هذا العودة من جديد هذا لاعب صقور بني مالك العودة مرة أخرى التمريرة صاحبين أحمد محمد يرجع بكورة جديدة يلعب ولكن في هذا الأثناء يطلق حكم المقال السادس أيضا محمد حكم الشيرة عن المباريات الشوط الأول اتلعبت الكرة من جديد عالية يلعب حسون بركة بركة والعودة من جديد انت تشتغل المباراة الانطلاقة والتالي جول التالي جول التالي 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 يا حمادة التالي يا فني الاسمر احمد معمر هو اللي يضع الثاني يضع الثاني للصدور هنا في هذه القمة الصدور يتقدم
أي أي كرة أي همسة وأي همسة أي حكاية ورواية هنا للبول الثاني العودة من جديد هذا عناد والإرسالية والضربة ولادة في قلص الفارق أي إرسالية يا عناد في قلص الفارق للرواد كورة باليسار اتحرك أنصار الرواد كورة باليسار اتحرك أنصار الرواد هنا في هذه القمة هنا في هذا الشوط الثاني أي كورة أي لمسة أي إرسالية في هذه اللحظات ايضا عناد على الطريقة الاولى يمشي عناد يعطي ارسالية والضربة للهدف مش معقول على كورة من ارسالياتك يا عناد من لعباتك يا عناد مصلحة انصار الرواد الرواد والمباراة لا زالت اي العرضية الكورة لا ترجع مرة اخرى عن دلال ولا التسديدة والارسالية مرة اخرى لخارج الملعب الان يا مصلحة انصار الرواد والكرة المقبلة اتلعبت الكرة عالية اللقمة الراسية والحارس اصيل شعبل اللي يؤمن في مرماه حاول العودة من جديد هنالك مع عرض الملعب العودة السرعة القوة الضربة التعادل مش معقول يا الله على الكرة المافية عدت الكرة بالصدور والانطلاق الان يلعب كابولي يمشي كابولي يلعب يتفنن كابولي العودة مع فريش العودة ما فيها سرايا والثالث الان ولكن حضر هذا الرايه اوف سايد هذه الخامسه والكره القادمه الان هذا عناد اللعب الكره اتلعبت الان وجدت الدفاع والانطلاقه والعرضيه والتعادل جول الرايه حضرت هذا العوده من جديد هنا لمجريات اللقاء العوده الى هذه القمه صابره وقمع هذا القضاء باللعبة الماضية هذا في الأثناء يطلق حكم اللقاء الأستاذ محمد بكر شيبة